السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناتي المحيط للشروحات والتقنية. طبعا بهذا الفيديو رح نتكلم عن مشكلة شائعة بتحدث كثيرا على أجهزة الحاسوب أو اللابتوب على جميع الأنظمة، سواء كان ويندوز 7 ويندوز 8 ويندوز 10 أو ويندوز 11. طبعا أعزائي المتابعين، الفكرة أو المشكلة تحدث عندما تفتح المتصفح عندك، تظهر لك رسالة أنه لا يمكن الاتصال بالخادم الوكيل، أو هناك مشكلة في الخادم الوسيط إلى آخره، أو ممكن الاتصال بالإنترنت مقطوع، مجموعة من العبارات. لكن إحنا ما يهمنا وجود عبارة الخادم الوكيل أو الخادم الوسيط. مجرد ما وجدت كلمة خادم أو خادم وكيل أو خادم وسيط، أعرف أن الحل موجود في هذا الفيديو. طبعا عزيزي المتابع، الحل بسيط جدا. أما السبب حدوث هاي المشكلة، فهي أما أنك أنت تقوم بتشغيل كسر بروكسي أو VPN أو أي شيء على جهازك الحاسوب، وبيقوم طبعا مثل ما نعرف نحن VPN أو كسر البروكسي يقوم بتغيير الخادم من دولة أنت موجود فيها إلى دولة ثانية. طبعا ممكن تحدث بعض الإشكالات على اللابتوب، فلما تسوي إيقاف تشغيل الحاسوب ترجع تسوي إعادة تشغيل، راح تلاحظ وجود هاي المشكلة. ايضا بالاضافه لوجود مثلا بعض مشاكل التعريفات او التحديثات ممكن تسبب هذا الامر. طبعا الحل بسيط جدا. انت كل ما عليك هو انك انت تفتح، على سبيل المثال لو عندك مشكله حصلت في الفايرفوكس، طبعا انا المشكله كانت عندي في فايرفوكس وقمت بحلها، لكنها ما زالت موجوده في الجوجل كروم مثل ملاحظين امامكم. ما اعرف اذا حلت، لا ساعتها موجوده على جوجل كروم. الحل على الفايرفوكس، كل ما عليك هو انك انت تدخل إلى القائمة الجانبية، بعدها إلى الإعدادات، بعدها تنزل للأسفل، بعدها راح تلاحظ وجود عبارة إعدادات الشبكة، أيضا مكتوب بالجانب كلمة إعدادات. اضغط على كلمة الإعدادات، طبعا راح تظهر أمامك هاي القائمة. أنت عندك راح يكون مكتوب استخدام إعدادات نظام الوسيط. طبعا أنت كل ما عليك هو أنك أنت تضغط على عبارة تعرف تلقائيا على إعدادات وسيط هذه الشبكة، فقط اضغط عليها وسوي حسنا. لو رجعت وسويت تحديث للصفحة، راح تفتح معك الصفحة بكل بساطة وبدون أي مشاكل. طبعا هذا كان طريقة للفايرفوكس. أما بالنسبة لكروم نفس الشيء، ندخل للقائمة الجانبية، بعدها إعدادات، بعدها ننزل إلى الإعدادات المتقدمة، فتح إعدادات الخادم الوكيل الخاصة بالكمبيوتر، راح تظهر لك بهذا الشكل. طبعا انت حل المشكلة من متصفح جوجل كروم، لما تظهر لك هاي النافذة واللي هي خصائص الانترنت في الحاسوب بشكل عام، هي افضل من انك تحلها من الفايرفوكس. طبعا انت لو سويت الطريقة اللي حكينا عنها بالاول على متصفح فايرفوكس، انت تكون حليت المشكلة فقط في الفايرفوكس، راح تبقى المشكلة موجودة في جوجل كروم وباقي. طبعا اذا كان عندك تليجرام او واتساب مش راح يشتغل على الحاسوب، انت حليت المشكلة فقط على الفايرفوكس. اما في حال قمت بالدخول لجوجل كروم ودخلت الى قسم خصائص الشبكة مثل ما سوينا بالضبط، راح يفتح معك قسم خصائص الشبكة. كل ما عليك هو انك انت تضغط على عبارة اعدادات لان، طبعا كل ما عليك هو انك انت تشيل بالنسبة للقسم الخادم الوكيل مثل ما ملاحظين، تشيل عبارات الصح الموجودة، بعدها اضغط موافق، بعدها اضغط موافق. ومثل ملاحظين بدأ المتصفح بالتحميل وبدأ اليوتيوب بالعمل. طبعا الانترنت عندي شوي ضعيف، راح اقوم بإعادة تحميل الصفحة. مثل ملاحظين فتح اليوتيوب بكل سهولة. ايضا انت لو عشان تأكد اكثر، لو فتحت التليجرام مثل ملاحظين، فتحت التليجرام بكل بساطة وشغال، لانه دخلنا على على سبيل المثال قناتنا على التليجرام، رابطها موجود بالوصف، كل المعلومات ظهرت.
يعني بدأ يوصل الإنترنت لكل الجهاز. طبعا أعزائي المتابعين، هذا هو كان شرحنا اليوم، بتمنى أن ينال إعجابكم. ما تنسوا الاشتراك في قناتنا على اليوتيوب ولايك الفيديو، اشتراك في قناتنا المختصة بالأمور التقنية على التليجرام، قناة مختصة بالرواح من الإنترنت على التليجرام، ومجموعتنا على التليجرام للمناقشة. هذا هو كان شرحنا اليوم، ما تنسونا بلايك الفيديو واشتراك في القناة. هذا هو كان كل شيء، بأمان الله.